السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيداير بخير؟ شنو المشكل هذا؟ لا المشكل هذا هو الحجر الصحي وباقي الدعم لا ما عطاونا الدعم. ما كاين لا دعم لا والو. باقي الساعة ما جاناش دعم. وفين الكمامة؟ ها هي. هي ضرارة مازال. وأنت فين الكمامة؟ الكمامة لا دعم لا والو أخويا. الكمامة فين هي؟ علاش ما دايرينش؟ واش ما كايناش في السوق؟ ما كايناش أخويا الكمامة والو والله ما كاينة والله. كنضربوا الطريق اليوم ما كنلقاوش كلهم والله ما كنلقاو والله شحال هذه تقلب عليها والو والو ما كايناش والو يعني والو كاين اللي عطاو كاين اللي ما عطاوش شي بقى ما عطاوني لا دعم لا والو دفعت اليوم دابا ما عندش الرامي وما عطاوني لا دعم لا حدود الساعه دابا من 16 والو ما جا لا دعم لا والو ما جا لا دعم ولكن شفنا الناس بزاف هنا ما دايرينش الكمامة علاش ما كايناش دابا كيمشي عند المحل كيقول لك ما كاينش كيجيبوك جوج 10 كيفرقوا مع الصباح مع الصباح كيفرقوا مو موفر مو مو مفرج ما كاينش كما علاش اخويا فينا فينا معلاش لا ها مرحبا اذا ضروري خصك تخرج دابا ما كاينش ترزق الله فينا هو لما خرجتيش اش غادي تجي لولادك ما ياكلوا كاين ما تجي لولادك ما ياكلوا ولكن تبقى لي مع 10 كيداير كيفاش كيداير مع 10 الفورماسيان كنجيو كنقول لكم وقاش بقى علينا يا 10 6 كيديو يلا اش ندير؟ ما شاء الله ما شاء الله ضربوا الضريب ولكن نقول لكم ماما على مزيان ان احنا بزاف ضروري راك يعاقب على القانون عندنا ضروري ان احنا حنا مزيان تحمل المواطن كان تحمل المواطن هذا ديال الف مو بقى 40 في الديال عيب لكن لما نديروا حساب على فمنا اذا سيداتي سادتي انتم على المباشر معنا على قناتكم شوف تي في مباشر اللهم امين سيدنا الله ينصروا لينا محمد السادس الله ينصروا لينا الله يطول لي في العمر الله يدير العلويه كامل الله يحفظها اللهم امين اذا سيداتي سادتي جوله بشارع شي شوارع سيدي اسماعيل فيه شارع واحد الشارع زاويه سيدي اسماعيل السلام عليكم اذا كيف ما شفنا الناس هنا كتعاني من الدم مازال ما استفدوش من الدم كذلك ما كاينش الكمامات الناس ما كتستعملش كمامات كاين الكمامات اسيدي ها ما كاينش كمامات ما كاينينش ما كاينينش اختي الكمامه انا في الصوم اه ديال الكمامه ما كاينينش السلام عليكم كيتخيبوا السلام عليكم السلام علاش ما دايرش كمامه حيت ما موجودوش في السوق ما كايناش هنا في زازي نضطر نشريوها مخيطه باليد واللي مخيطه باليد كاين يعني داكشي قليل بزاف هذا هو علاش ما كنستعملوهاش ولكن ضروري راه كيعاقب على القانون ولكن مادام القانون اللي يطبق علينا اللي يطبقوه علينا خاصهم يحطوا لنا المواد اللي غادي نستعملوا اللي العيب يعول العار اللي ما استعملناهمش اللي ما استعملناهم اه طبيعة الحال هنا كاين فورماسيون واحد في زاويه سيدي اسماعيل اللي كيبيعهم يعني عنده جوج باكيت ولا ثلاثه خاصه كيبيعهم الله يعاون الله يعاون احنا خاصنا الكمامات باش نديروهم يعني يحطوهم لينا يوجدوهم لينا وديك الساعه يعاقبونا اللي ما درناهمش طبيعة الحال خويا كاينش موزعين هنا اللي جابوا لك الكمامات لا كان جابهم الكمين ديال سونترال وديال جوده المهم شي يومين الاولى وحبسوا حبسوا ما بقاوش جاو ما بقاوش كيجيبوا الكمامات انا
وزائد نزيدك واحد الفكره هو انه دابا الناس كاينين الناس واحد جوج ناس كيخيطوا الكمامات عاديين ديال الثوم وكيبيعوهم داروا لهم غرامات ماليه وداروا لهم عقوبه سجنيه علاش قال لهم كتبيعوهم بجوج درهم ثلاثه درهم الكمامه وانت في نفس الوقت فارضين عندنا قانون وما نطبقينش انتم الجزء ديالكم منه ما مطبقينوش كيفاش بغيتونا نطبقوا حنا الجزء الثاني احنا خاصنا نطبقوا القانون ولكن انتم خاصكم توجدوه لينا باش حنا نطبقوه هذا هو الصراحه صراحه اذا بالمختصر المفيد ما كاينش كمامات هنا بزاويه سيدي اسماعيل السبب كيف ما قالت الاخت كيف ما قال السيد انه اذا الحدود الساعه او مره واحده اللي جاو هزوا الكمامات هنا اليومين الاولى جاو هزوا الكمامات من بعد ما اختفوا الكمامات على زاويه سيدي اسماعيل اذا كيف ما شفتوا الناس ما كدايرينش الكمامات السبب هو ما كاينش كمامات عدم توفر هو اللي عدم توفر الكمامات وانت عارفه بانه راه كيعاقب على القانون يا مرقش انا عارفه كاين عاقب على القانون وانا الاولى باغا نحمي راسي ونحمي وليداتي ونحمي المواطنين لدرجه ها انا شريق العدل نقول معقيم وكنديروا راسي علاش انا كنت الكمامات كون درتهم ولكن ما كاينينش ما عادش يمكن لي نديرهم حيت خاصهم يوجدوهم لينا والعيب والعار الا ما درناهمش شكرا لك شكرا لك اختي شكرا لك اخي اذا كما اذا الكمامات ما كاينينش في زاويه اسماعيل كنشوفوا بزاف ديال الناس كيتمشاو بلا كمامات في زاويه اسماعيل السبب هو كيف ما قالوا ما كاينينش كمامات في المحلات التجاريه حتى عند الصيادله حتى في الصيدليات ما كاينش كمامات ما متوفرينش بها اذا ما توفرش بالمحلات التجاريه حتى الصيدليات ديال هنا ديال زاويه سيدي اسماعيل سيداتي سادتي ما فيهمش كمامات كيف ما سمعتوا على لسان الساكنه ديال زاويه اذا هذه هي زاويه سيدي اسماعيل اذا هذا هو المدخل ديال زاويه سيدي اسماعيل كيف ما كتشوفوا مراقبه مشدده من طرف رجال الدرك الملكي نتمنى ان الناس جميع الناس يفهموا واحد المساله ان الكمامه شي حاجه ضروري ومؤكده اذا جميع المواطنين خصوصا الناس اللي كيخرجوا ضروري ومؤكد انهم خصهم يديروا الكمامه حفاظا على انفسهم حفاظا على الصحه ديالهم هادو رجال الدرك جزاهم الله كل خير كيقوموا بالعمل ديالهم كيف ما شفتوا اذا هذا المدخل ديال الجماعه ديال زاوية سيدي اسماعيل اذا تبارك الله على رجال الدرك الملكي الله يحفظهم تبارك الله عليهم شكرا لهم شكرا لرجال الامن رجال القوات المساعده رجال الوقايه المدنيه اطقم الطبيه كل شيء الناس اللي صراحه اللي وقفوا كتشوفوا مراقبه اذا ضروري من الكمامه كيف مشوا حتى الناس كيتفاداو يدوزوا من هاد كورونا اذا تحياتي لكم سيداتي سادتي مالكم ما دايرينش كمامه السي ما كاينش كمامه كتوصل مع
الغبره. الله يسهل عليكم الله يعاونكم اخويا. تبارك الله عليك. اذا هذه جوله بجماعه ديال زاويه سيدي اسماعيل اقليم جديده طبعا المنطقه ديال الكره. كيف ما شفتوا مجموعه ديال الناس ما عندهمش كمامات، ما كيستعملوش كمامات. السبب كيف ما سمعتوا انه ما كاينش كمامات هنا زاويه سيدي اسماعيل. اذا البعض مازال كيدير هذا بحال شكل ديال لي فولار او الرزات كيدورهم عليه كيف ما دايرين هاد جوج الناس. اذا ما كاينش كمامه، كاين وسائل اخرى. انتم الناس كدور بلا كمامه. شوف كل واحد كيدير زيف ولا كيدير اي حاجه على وجهه، انه كيف ما سمعتوا ما كاينش كمامات هنا بزاويه سيدي اسماعيل. تحيه لكم سيداتي سادتي، تحيه الناس دكاله، تحيه الناس دكاله كاملين، ناس زاويه سيدي اسماعيل، ناس سيدي بنور، ناس حد ولا تفرج، ناس مقرس. السلام عليكم اسيدي. الله يبارك فيك. اذا الله يحفظك. السلام عليكم. منين شتي هذه الكمامه؟ هذه اخويا شريناها، هذه ما كتباعش ولكن عطاوها لنا شي ناس. كتباع دابا، كانت مسحوبه من سيدي اسماعيل ولكن دابا حاليا كاينه. فين كاينه؟ كاينه في الفارماسيان. الفارماسيان قال لك ما كاينينش. جات هاد الصباح ولكن اصلا ما كانتش هنا. شويه عصا الحبات. زاوية سيدي اسماعيل من النهار اللي خرجوا الكمامات راه ما كانش كمامات هنا في سيدي اسماعيل. ما كاينش كمامات. ما كاينينش كمامات دابا حوالي تقريبا شي 20 يوم. 20 يوم الناس باغيين يشريوهم وما لاقينهمش. كيصاوبوهم غير الناس كيصاوبوهم وكيبيعوهم بجراهم. صافي هادشي اللي كاين. لي فارماسي ما كاينينش فيهم اليوم. فارماسي وحده اللي جابتهم. جابتهم حاجه قليله. جابتهم فارماسي وحده هي اللي جابتهم كانت كتبيعهم اليوم. صافي وتقادوا عليهم مع الصباح مع العشرة تقادوا تقريبا. اذا ما كيجيش بزاف ديال الكمامه. ما كاينينش كمامه. شحال حسبوا لك هذيك الكمامه؟ الكمامه اصلا عطا لي واحد الصديق خدام في الشركه، كان خدام في الجرف. عطا لي يعني ما كيتباعوش. كانت جابتهم بيم. صديق واقيلا كانوا دايرين لهم واقيلا شي لا كانوا جابوا 11 درهم 220 ريال. جابوهم نهار واحد صافي بقاو جابوهم موال. بقاو جابوهم. اذا شكرا لكم سيداتي سادتي الناس الساكنه ديال شكرا لك الله يحفظك. الساكنه ديال شكرا للساكنه ديال الساكنه ديال زاويه سيدي اسماعيل هنا باقليم الجديده. تحياتي لكم خوتي خواتاتي والى اللقاء في مباشر اخر ان شاء الله. مع السلامه.